مستمرين معكم في برنامج بعد السادسة. شيء جميل الخروج مع الأسرة ومع الأصدقاء لعملة شراء أغراض العيد، وفعلا بتكون فرحة للصغير والكبير. كل عام والأمة الإسلامية بخير. للهيئة العامة للغذاء والتغذية دور رقابي ومهم من خلال الجولات التفتيشية على المسالخ لرقابة على الأضاحي ومدى التزامهم بالإشتراطات الصحية. والآن نرحب بضيفنا الأستاذ سعد عيد صليلي، مسؤول مسلخ الجهراء بالهيئة العامة للغذاء والتغذية. أهلا ومرحبا فيك وشكرا على قبول هذه الدعوة. الله يجزاك خير. بداية يعني نتكلم عن استعداداتكم إن شاء الله لعيد الأضحى المبارك. استعداداتنا بالنسبة للحجز، تحجز بمنصة متى عشان الازدحامات، وما تصير ازدحامات بسبب مرض كورونا، الله يبعدها عننا إن شاء الله. الله فتسجل منصة متى وتدخل على هيئة الغذاء والتغذية، تدش إدارة المسالخ وتحجز عشان الأعداد تكون قليلة ويطبقون القوانين الفحص طبعا. نعم، هل هناك عندكم فرق تفتيشية يومية على المسالخ بشكل عام؟ طبعا يوميا عندنا كادر طبي ومفتشين يوميا يكشفون على الذبائح اليومية. طيب من خلال هذا العمل اللي يقومون فيه، هل هناك شروط معينة خاصة لذبح الأضحية أو حتى يعني بشكل عام الأغنام في هذا المسلخ؟ طبعاً دور أو شروط معينة؟ والله لا يوجد شروط، بس أنك تشوف أنه بالنسبة للأضحية نفسها للمواطن نفسه يعرف أن الأضحية للأغنام 6 شهور، والماعز سنة، والأبقار 5 سنتان، والإبل 5 سنوات. فهذه الشروط المعروفة يعني للأضحية. حنا علينا نفحص أنها صالحة للاستهلاك الآدمي طبعا، إن ما فيها أمراض وتطلع للمواطن سليمة يعني من الأمراض. يعني في بعض الناس يفكرون أن أنتم تكون مسؤولين عن هذا الجانب، أن تبنورونهم في عملية أن هذه تصلح أضحية ولا ما تصلح أضحية في المسلخ. هذا ماكم يعني ما لكم عمل فيه ولا دوركم. أنتم بس اللهم تأكد من سلامة الأضحية نفسها، الأضحية بشكل عام صحية. صحية. طيب في إجراءات معينة خاصة فيكم راح تقومون فيها إن شاء الله من خلال هذا العمل؟ طبعا نتأكد يعني نحاول التزام المواطنين، يعني عدم تزاحم طبعا، وكذلك نقوم بالإشراف على الأضحية نفسها. إذا كانت غير صالحة نسجل لها إتلافات مثلا، نتلفها يوميا، يعني نتلف على حسب الأمراض اللي موجودة. يعني في الأغلب الأضاحي ما تكون فيها أمراض لأن مر عليها فترات طويلة، يعني أعمارها من 6 شهور وهذا، فقليل يعني الإتلافات في الأضاحي طبعا. نعم، في حال يعني كانت الأضحية غير سليمة، هل المستهلك له دور في هذا الجانب؟ مخالفة الشخص اللي شروا منه، احنا نسجل، هل هناك اتباع شيء إجراءات أو أمور خاصة فيكم؟ هو إجراءات السوق نفسه يعني معروف بالسوق، أنه يعني نسجل الضحية مثلا أو نتلف على، وهو يجيب من صاحب السوق يتفق وياه ويجيب ضحية ثانية منه، فيكون في تساهل يعني من ناحية التجارة. يعني هذا عادة معروفة بالسوق نفسه، لك 48 ساعة، فالسوق نفسه يلزم صاحب المحصار الغنم نفسه اللي بايع إنه يعطي خروف بديل، أضحية بديلة. هذا في حال أن المحصار موجود داخل السوق. طيب هو شاري من خارج هذا المحصار أو خارج السوق من برا، هو يتحمل مسؤولية يعني؟ والله الطبيعي التعامل، يعني الرجال صار لي 14 سنة يعني في المسلخ وعارف الأمور. طبيعة أهل السوق نفسه تعطي له ورقة الإتلاف يروح يجيب خروف بديل أو يعطي فلوس. لا قصدنا خارج السوق نفسه. حتى لو بخارج السوق فطبيعة أهل السوق هم تعاملهم عندهم عرف الطريقة، هذه أعراف خاصة، عرف أهل السوق لهم مدة معينة، لك 48 ساعة يكون 48 ساعة تجيب للذبيحة أو تجيب له ورقة إتلاف، فيعطيه يا مبلغ الفلوس يا يعطيه بديل عنه. نعم، الإشتراطات الصحية الواجب اتباعها من قبل العاملين في المسالخ، فيها إشتراطات خاصة طبعا في العاملين؟ إيه. ودي تعرف عليها. بالنسبة للعمال أو القصابين تكون عندهم شهادات صحية صالحة فترة الفترة هذه، وأنهم ملتزمين بالكمام والالتزامات الشروط المعروفة يعني.
الله يعطيكم الصحة والعافية، الله يعينكم. طبعا دائما خلال الوقت راح تكون عندكم زحمة، بس جهودكم واضحة وما قصرتوا، عساكم الله يوفقكم. كل الشكر والتقدير للسادة سعد عيد الصريلي مسؤول مصلحة الخير والجهران بالهيئة العامة للغذاء والتغذية. مكملين معاكم في بعد السادسة ولكن بعد شوي.